هي ما عم تحكي بعرض حدا او بشرف حدا. انا كزوج بدي اوقف معاها، صح ولا لا؟ صح. بس هذا الشيء اللي كاين. ولو حدا له عندي شيء او له عند نبيله شيء يجي لعندي، لا يطلع باللايف. انا عنواني عند مين؟ عنوان موجود، واللي بده يروح محاكم يروح محاكم، واللي بده يروح شرطه، واللي بده يروح، واللي بغي يجمع الناس، واللي بده يجمع يجمع. يعني انا والله العظيم ما بدي احكي عن حالي، بس يكون راجل اللي بده يطلع يحكي على مرتي يكون راجل ويجي لهون يوقف قدام باب بيتي، مش يطلع باللايف مع نسوان. اوكي؟ هذا كريم، لانه ما تربينا على هذا الشيء. لانه هذا كريم قال لي وانا فشيت لي روحي. مين هذا كريم؟ ما كريم راهب. ما في مشكله. شوف هلا انا دخلت حالي هلا خمس دقائق هلا تخربط نهاري كله، فمشان هيك انا بعيد بعيد بعيد. لحنين سيسيرا خليني اسال. شكرا سامبيلا. حبيبي تحفه، الله يبارك. الله يحفظك، الله يحفظك صاحبي، بارك الله فيك. عيلتك والله يحفظك ويبعد عنك اولاد الحرام. تحفه، راك عزيز. يلا نهارك سعيد. وديما نهارك سعيد. مهديه تحفه، انت عزيز وديما كان شايلينك. شو شكون باغي يدير لك؟ باغي يعني شوف عيلك كان باغي يعنقك كل شي حاجه. امشى ما بغى انتما خليتو انت عالقو تعالقناش من هاد الحرب. انا اما انت القضيه سخونه شويه. سيري تبعي لك الرومانسيه. شوف انت شايلينك للثقيله وديما تدخل في الثقيله، لانك كنشكرك كتبقى خونا الكبير. مهم صافي، شكرا لك. انا كنقدر انك دخلتي بخيط ابيض. شكرا. شوفي سامبيلا، انا غندوي مع مايا، غندوي مع مايا. انا ما عرفتش على ما كتهضر، انا ما عرفتش على ما كتهضر. الله يخليك، دير داك الشيء وعيط لي انا معاك. نو يلا يلا الله يعاونكم. انا هدرت. لا الله يحفظك صاحبي. شكرا جزيلا، مع السلامه. خليني اوضح لك. انا حكيت معها قبل الاسم. انا حكيت معها بالبدايه لانه دخلت بيتنا واجت اكثر من مره، وكثير كثير نبيله وقفت معها وساعدتها من لما اجت. نبيله ما عندها مشكله مع مايا ابدا، هي لها حياتها ونبيله عندها حياتها، كل واحد عنده حياته، بس انه كانوا جيران يعني بيناتهم لايك 2 3 مايلز. سو اول ما بلشت نبيله تبعد او هي تبعد بيناتهم، ما لي علاقه. انا قلت لها لنبيله شوفي شو ما صار بيناتكم خلوا هذا الشيء بيناتكم. سو طلعت قلت لها ليش يا بنت الناس، لما طلعت تحكي على نبيلة قلت لها ليش يا بنت الناس، شوفي تعي لعندي، عندك مشكلة تعي حكيني. قالت لي لا هي عم تسمع حكي وما عم تسمع حكي. قلت لها طيب انا اولادي مالهم، انا شو عملت معك؟ يعني انا ما عملت معك الا كل خير، اصلا كنت انت تجي عند نبيلة، انا اطلع، انا ارجع ما ارجع على البيت لحتى انت تخلصوا. يعني الا نبيلة الا شو تقول لي لا راحت معي ارجع على البيت، يعني مالي شغل فيهم ابدا. قلت لها شكرا. يعني المسجات اللي بعثت لها اياها لمايا كانت عم تحكي فيهم بال 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 باللايف، عرفت علي؟ عيب هذا الشيء، عيب. فهلا انت اي تدخل بدك تتدخله ما بعرف وين راح يودي. بس انا هي بالنسبه لي ما تحكي معي، ما تبعث لي اي مسج، لانه ما عملت لي اعتبار من البدايه. وانا واحد يدخل بيتي ويطلع يشهر فيني وبعيالي وبمرتي، عرفت علي؟ يعني هي 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 اعطتني درس. يعني بتمنى كل العالم تتربى وتسمع وتعرف انه ما بقيتش كنسمعك صاحبي. خلاص بيبي حبيبي يا صاحبي، خلاص تحفه. يلا بيبي تحفه، شكرا ليك. نهضروا من بعد. اوكي نهضروا ان شاء الله. يلا الله يعاونكم، الله يعاونكم وان شاء الله. الله يهدي النفوس ان شاء الله. ماشي شكرا لك. ماشي والله حياك الله وبياك. تعالي مع السلامه. كانت معنا سامبيلا. دخلنا دابا نوريكم السطور المحلي في نبيل. صدقنا داخلين في دخلنا في سامبيلا ومايا
والهوامش بعض المرات كنبداو نناقشوا التفاصيل والشيطان ويسكنوا شي تفاصيل. قال لك ثقبه هو اول واحد ولد لقى، شوفوا كيف كيتمحلس كيفاش كيتمحلس عليه. هو اول واحد ولد لقى. ايوا سير انا ولد لقى امك على الزحام، سير على الله وعليك يا جي عندنا سيدي عدي المرمقه معي امك بالصرفيقه يا جي عندنا. وان الله يرضي عليكم، الله يرضي عليكم. صافي نجمعوا هاد الناس كتبوا واحد بزاف، الناس كتبوا واحد بزاف، يعني الناس بغاو هاد الحريره هادي تجمع. ما يرى في طياره دابا هي متجهه الى الي، مي تنزل نطلعوها ولا ندوي معاها في اللايف ديالها هي، وان شاء الله ويكون خير، يكون خير ان شاء الله، يكون خير. يلا الله يعاونكم، تبارك الله عليكم. قال واحد الانسان اولا اتهمتني بانني عندي كريمينال كيس، واللي بغيت تفهم ليا هو كطاف بسميتي كتشوف اين نوع واش كاين ما كاينش. دونك هذا كارثه دارتها زائد الكوارث كامل اللي دارت. دابا ما نهضروش، قالت خرجت الهضره غدراتني، حطات استغلت صداقتي باش دير واحد البيزنس ديال مع واحد السيده ديال السماوي وداك الشيء كامل، ما عندناش مشكل. انا بالنسبه لي تستغليت ماشي مشكل، بصداقه وبحب وهذا ماشي مشكل. دابا كاين مشكل اخر اللي الناس انت ما قريتيش وما عرفتيش، هاد السيده ناصبه على اكثر من 200 وحده في السلعه اللي كتوصل مقطعه مطبعه مشرقه فيها ريحه خايبه. هذه بعدا عندي منهم هادشي عندي مكتوب في هذاك الميل، وهادشي انا غادي نعطيه للسلطات، حيت قبل ما تجي تقول لي قلت عليها درت عليها فعلت عليها غايقول لك بعدا انت اللي طالبه هنايا باش تجلسي في هاد البلاد وانت نصابه وما كتخلصيش لي الطاكس ديالك وكتنصبي على الناس. كارثه قبل ما نوصلوا انني قلت عليها ولا ما قلتش عليها، وديك الهضره كامله اللي هي حقيقيه وماشي انا بوحدي اللي كنقول، الناس شافوا بعينيهم بزاف د الحوايج خطيرين وضاربين الطم. الناس مصيفطين شكايات ليا اللي انا غادي نعطيهم للمحامي اللي غيوصل هادشي بيديه للسلطات، ان ديك السيده راه كاينين دي لايف مسجلاهم في يوتيوب، الدراري في الطوموبيل ما دايراش لهم الصنطه وصايقه ودايره اللايف. هادشي كاين، ماشي انا كنهضر من فراغ، هادشي كاين، الناس حاضرين شي حوايج كارثيه وهادشي ما شغلناش. نعاود نرجع داكشي بيناتكم، بيناتها هي وفهمين تشغل هذاك. باغ كونتخ انك تكوني كتنصبي، انا استغلت الصداقه ديالي باش طلعت البونت ديالها حيت ديما كنبارطاجيها تعاطفا معها وحبا في صديقتي السابقه، كنت كندير معها ستوريات وكندير معها داكشي ديال الضحك والفكاهه هي باش ربات لي فولورز، واستغلت هاد لي فولورز كاملين باش كتبيع السلعه ديالها اللي هي مقطعه خانزه حامضه. الناس غادي تقرا بعينيك وغادي تسمع بودنيك، الناس كيبكيو حيت شراو من عندها وعايراتهم باقصى التعابير، وكتبلوكي الناس. اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم، فرقع بيا الطياره الجايه الى هاد السيده دايره كوارث مع الناس بالمئات، ناصبه عليهم واخده لهم فلوسهم في الجيف واي اكثر من 200 وحده، وعندي هاد الشيء كلشي بالاثبات والدلائل. دونك انا المشكل اللي عندي اولا هو استغليت في هاد الصداقه هادي باش طلعت لي فولورز ديالها، حيت الناس اللي كيشوفوني معاه وشافوني معاه في ديك لافير ديال الطاقه الناس طاقوا ومشاو. داكوغ، دونك باش الانسان يقول لك درتي وفعلتي وتركتي وهي دارت الالم وفرشخات ناس على قدهم من باطنو، انت غادي اسماء بن كيران شتاتها وهداتها، واسماء بن كيران عندها اوديوات مسجلين ديال هاد السيده اللي دوات معاك كتهددها بصور صورتها من دارها وهي لابسه مايو في بيسين، السيده محتجبه. اقسم بالله العلي العظيم قطع معايا انا وطلع السيده، هي اللي كيقول لك دخلتني لدارها وراجلها كيقول دخلتني لدارها.